بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الأعزاء، طلاب الفرقة الثالثة، شعبة الإدارة والمحاسبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا عن الشراء بالسعر المناسب، وقلنا إن الفصل ده هو الفصل السابع في الكتاب، الفصل السابع في الكتاب بعنوان الشراء بالسعر المناسب. اتكلمنا فيه عن مفهوم السعر المناسب وعن العوامل التي تؤثر في تحديد أسعار المواد، وكذا طريقة الحصول على الأسعار المناسبة للمواد، وأخيرا طريقة التسعير المناسبة في العقود. أفكركم بس بتعريف أو بمفهوم السعر المناسب. قلنا السعر المناسب يعني أقل الأسعار الممكنة أو المتاحة دون أن يؤثر ذلك على مواصفات المواد الموردة وبما يضمن توريدها في الوقت المحدد. يعني أما يجي لي سؤال في الامتحان ويقول لي ما المقصود بالسعر المناسب أو ما مفهوم السعر المناسب، هنقول له السعر المناسب هو أقل الأسعار الممكنة دون أن يؤثر ذلك على مواصفات المواد الموردة وبما يضمن توريدها في الوقت المحدد. وأيضا السعر المناسب هو السعر الذي يتوافق عليه كل من البائع والمشتري دون أن يؤثر على مواصفات المواد الموردة وبما يضمن توريدها في الوقت المحدد. اتكلمنا بعد كده على العوامل المؤثرة في تحديد أسعار المواد. الجزئية دي ممكن يجي فيها سؤال بالشكل اللي هقوله دلوقتي، هل السعر الأرخص هو السعر الأنسب أم لا؟ وما هي الاعتبارات التي تتحكم في تحديد السعر؟ وبالتالي السعر الأرخص ليس هو السعر الأنسب، ولكن هناك اعتبارات أو عوامل تؤثر في تحديد السعر، ومنها 1 التكلفة، 2 الجودة، 3 الخدمات، 4 الكمية، 5 الاعتبارات المتعلقة بأنواع الخصم، 6 المنافسة. اتكلمنا بعد كده عن طريقة الحصول على الأسعار المناسبة للمواد، وقلنا دي بتتم في الغالب على مرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة الإلمام بأسعار السوق، المرحلة الثانية المفاضلة بين العروض لتحديد أنسبها. وعايز أفكركم قلنا في مرحلة الإلمام بأسعار السوق دي بتأتي عن طريق مقارنة الأسعار السائدة في السوق وتلك الموجودة في سجلات المنشأة عن العمليات السابقة والعروض التي يتقدم بها المورد عن طريق الاتصال المباشر أو الكتالوجات. أما المفاضلة بين العروض لتحديد أنسبها قلنا دي بتأتي عن طريق المفاوضة مع المورد أو مع مندوبه فيما يتعلق بشروط التوريد والأسعار والخصم. وقلنا هناك بعض الطرق للحصول على الأسعار، ومنها طريقة المناقصة أو المفاوضة. اتكلمنا بعد كده عن طريقة التسعير المناسبة في العقود، وقلنا دي بتشمل يا إما طريقة التسعير على أساس التكلفة أو طريقة التسعير على أساس السوق، واتكلمنا في كل طريقة بالتفصيل. محاضرة النهاردة إن شاء الله بعنوان الشراء في الوقت المناسب، وده الفصل الثامن في الكتاب. أفكركم في أول محاضرة بدأناها معاكم أونلاين قلنا إن إدارة المواد بتعني توفير الاحتياجات بالكمية من الكمية والجودة والسعر والوقت والمصدر المناسب، وبالتالي الشراء في الوقت المناسب يعد من مسؤوليات إدارة المواد في أي منظمة. ومن مسؤوليات إدارة المواد في أي منظمة هي توفير احتياجاتها من المواد والمهمات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار في الوقت المناسب. ولذلك يعد الشراء في الوقت المناسب من المسؤوليات الأساسية لإدارة المواد،
حيث أن الحصول على المواد والمستلزمات في توقيت غير مناسب ده بيجعلها عديمة القيمة. هنتناول إن شاء الله في محاضرة النهاردة 4 عناصر أساسية: أولاً مفهوم الشراء في الوقت المناسب، ثانياً أهمية الشراء في الوقت المناسب، ثالثاً العوامل التي تؤثر على تحديد الوقت المناسب للشراء، رابعاً سياسات التوقيت المناسب للشراء. أولاً مفهوم الشراء في الوقت المناسب، يعني إيه الشراء في الوقت المناسب؟ الشراء في الوقت المناسب هو الوقت الذي يتم فيه توريد المستلزمات أو الاحتياجات التي تحتاجها المنظمة والذي تتناسب مع احتياجات الإدارة الطالبة لها، والذي يضمن عدم تعطل أو ارتباك الإنتاج. وبناء عليه فإن المقصود بالشراء في الوقت المناسب هو التحديد الدقيق لطلب الشراء ووصول الاحتياجات وقابليتها للاستخدام، وده بيتم من خلال دراسة وتحليل بيئة الشراء الداخلية والخارجية والمتغيرات المختلفة المرتبطة بحركة الأصناف ومعدلات تداولها واستخدامها. خلاصة الكلام إن مفهوم الشراء في الوقت المناسب ده الوقت ده الذي لابد أن يتناسب مع احتياجات الإدارة الطالبة له بما يضمن عدم تعطلها أو التأخير في وصولها إلى الجهة الطالبة. ثانيا أهمية الشراء في الوقت المناسب. في بداية المحاضرة أنا قلت إن الشراء في الوقت المناسب بيعتبر من أهم المسؤوليات الرئيسية لوظيفة الشراء، وعلى إدارة المواد أن تسعى لتحقيق هذا الهدف، لأن الشراء بالجودة والكمية المناسبة وبالسعر المناسب مش كافي إلا إذا اقترن معه أو توافر معه الشراء في الوقت المناسب. الشراء في الوقت المناسب لابد أن يتم مع الشراء بالجودة وبالكمية وبالسعر وفي الوقت المطلوب لكي تكون جاهزة للاستخدام الحاجات المطلوبة دي حسب برامج ومعدلاته. طيب أهمية الشراء في الوقت المناسب بتتمثل فيما يلي: واحد زي ما موجود قدامكم كده، واحد تهتم إدارة الإنتاج بقرار التوقيت المناسب للشراء ويؤثر فيها. 2 الشروط الجزائية التي ممكن أن تطبق في حال عدم التوريد أو التسليم. 3 يؤثر توقيت الشراء على عناصر مختلفة زي اختيار المورد، الجودة، الكمية، السعر، واكتساب الفرص التسويقية في السوق. 4 الندرة النسبية للمواد، دي بتزيد من أهمية التوقيت عشان أضمن استمرارية عملية الإنتاج وعدم تعطله. 5 التوريد والتسليم للمواد أمر مهم جدا في حالة الطلب المتغير، لأن الزمن بين الطلب والتسليم له أهمية كبرى جدا عند المشتري. 6 عامل التوقيت مهم بالنسبة لاكتساب الفرص التسويقية في البيئة. 7 يرجع اختيار التوقيت إلى كفاءة إدارة المواد التي تحدد ذلك حسب ظروف السوق والمنظمة والمنتج. نخلص مما سبق أن أهمية الشراء في الوقت المناسب إلى أن الشراء في الوقت المناسب من أحد المسؤوليات والأهداف الرئيسية لوظيفة الشراء، وعلى إدارة المواد أن تسعى جاهدة لتحقيق هذا الهدف. وقلنا إن الشراء بالجودة والكمية والسعر مش كافي إلا إذا اقترن بالشراء في الوقت المناسب، وقلنا إن أهمية الشراء في الوقت المناسب بتتمثل في عدة نقاط اللي هم 7 اللي شرحناهم دلوقتي. نيجي للنقطة اللي بعد كده. ثالثا العوامل المؤثرة على تحديد الوقت المناسب للشراء،
يعني ايه العوامل اللي بتؤثر على تحديد الوقت المناسب للشراء؟ في مجموعة عوامل، منها واحد الاسواق. الاسواق ديت من اهم العوامل المؤثرة في تحديد الوقت المناسب للشراء. ليه؟ لان التوقيت المناسب للشراء يتحدد طبقا لمدى استقرار الاسعار وتوافر الاصناف في السوق. وهنا في الحالة دي ممكن نميز بين نوعين من الأسواق، أسواق مستقرة وأسواق غير مستقرة. الأسواق المستقرة دي بتتميز بثبات نسبي في الأسعار وفي توافر الأصناف خلال فترات زمنية محددة، ودي عادة ما بتتعامل هذه الأسواق مع الأصناف النمطية. يعني إيه أصناف نمطية؟ يعني أصناف يتحدد أسعارها وفقا للعرض والطلب وبتكون معروفة ومتكررة. أما الأسواق غير المستقرة دي بتتميز بالتغير السريع في الأسعار وتوافر الأصناف نتيجة للتغير المستمر في البيئة المحيطة، عشان كده تم تسميتها بأسواق غير مستقرة. وبالتالي تلجأ العديد من المنظمات إلى تأجيل طلب الشراء بما لا يتعارض مع جداول الإنتاج والتشغيل للاستفادة من التغير في الأسعار. 2- جداول الإنتاج. بتؤثر طبيعة وجداول عمليات الإنتاج والتشغيل على تحديد إمكانية الشراء في الوقت المناسب، لأنه في حالة الإنتاج المستمر دي بتختلف عن حالة الإنتاج المتقطع. وبالتالي إن عملية جداول الإنتاج دي بتؤثر على تحديد الوقت المناسب للشراء، وبتختلف من عملية أو من مرحلة إنتاج إلى الأخرى. 3- طبيعة العمليات الإنتاجية. 3- طبيعة العمليات الإنتاجية. وديت معناها إن المنظمات بتحتاج إلى العديد من الأصناف المرتبطة بطبيعة نشاط كل منها، ودي بيختلف فيها تحديد الوقت المناسب للشراء وفقا لطبيعة ونوعية هذه الأصناف. وبناء عليه فإن طبيعة الاحتياجات المطلوبة اللي هي الأصناف المشتراة دي بتؤثر على تحديد الوقت المناسب لشرائها، لأنهم في حالة الأصناف النمطية ودي بتتميز باستقرار في ظروف العرض والطلب، دي بيتم تحديد الوقت المناسب للشراء فيها بناء على دراسة العوامل المرتبطة بالعرض والطلب. أما في حالة الأصناف غير النمطية ودي بتتميز بعدم الثبات أو الاستقرار، فبيتطلب الأمر فيها ضرورة المفضلة ما بين البدائل المتاحة للحصول على أفضل شروط للتوريد. أما في حالة الأصناف القابلة للتلف نتيجة للتغيرات المستمرة في خصائص ومواصفات هذه الأصناف، بتتجه المنظمة إلى زيادة عدد مرات الشراء وتقليل الكميات لضمان تقليل الفترة ما بين الشراء والاستخدام. يبقى طبيعة الاحتياجات المطلوبة دي بتؤثر على تحديد الوقت المناسب للشراء، سواء كانت هذه الاحتياجات من أصناف نمطية أو أصناف غير نمطية أو أصناف قابلة للتلف. 4- مدى توافر الإمكانات المالية والبشرية. الوقت المناسب للشراء بيتحدد أيضا بمدى توافر تلك الإمكانات المادية والبشرية، وبالتالي يساعد توافر تلك الإمكانات في توفير الأموال اللازمة لعملية الشراء. وعلى العكس يؤثر عدم توافر الإمكانات المادية على قرارات تحديد الوقت المناسب للشراء، ويؤثر بدوره على عمليات الإنتاج والتشغيل والتسويق والمنافسة. 5- طاقة التخزين المتاحة. وبتشمل طاقة التخزين في المنظمة المساحات المتاحة
والأماكن المناسبة لتخزين الآلات والمعدات المستخدمة في التخزين، وبيتحدد الوقت المناسب للشراء وفقا لطاقة التخزين المتاحة للمنظمة، والتي تساعد في تحقيق التوازن بين عمليات وأصول الأصناف المختلفة وتلبية احتياجات الجهات المستخدمة لهذه الأصناف. 6. مصادر التوريد. يتوقف تحديد الوقت المناسب للشراء على مدى توافر مصادر التوريد المناسبة والقادرة على تزويد المنظمات باحتياجاتها ومتطلباتها المختلفة. يبقى أنا عندي 6 عوامل بتؤثر على تحديد الوقت المناسب للشراء: 1. الأسواق، 2. جداول الإنتاج، 3. طبيعة العمليات الإنتاجية، 4. مدى توافر الإمكانات المادية والبشرية، 5. طاقة التخزين المتاحة، 6. مصادر التوريد. نيجي لآخر نقطة في محاضرة النهاردة عندي، اللي هي سياسات التوقيت المناسب للشراء. وبالتالي عند اتخاذ قرار بتوقيت عملية شراء المواد، توجد عدة سياسات للشراء يمكن المفاضلة بينها، وبتختلف كل سياسة من هذه السياسات بتختلف كل سياسة من هذه السياسات عن الأخرى، وكل سياسة فيهم لها مميزات بتدفع بعض المنظمات إلى اتباعها، وفي بعضها له بعض المخاطر أو العيوب، مما بيدفع بعض المنظمات للابتعاد عنها والعزوف عنها. وبالتالي على كل منظمة أن تعمل على الموائمة بين تلك السياسات واختيار ما يناسبها من تلك السياسات المرتبطة بتوقيت الشراء. وتتمثل سياسات التوقيت المناسبة للشراء في 4 سياسات أو 4 بدائل للشراء. أولاً، أو 1، سياسة الشراء حسب الحاجة. وطبعاً أقول حسب الحاجة معناها حسب الطلب أو حسب احتياج المنظمة إليها، ودي بيقصد بيها شراء كميات تكفي لمواجهة الاحتياجات الحالية دون الحاجة إلى تخزين أي كميات إضافية. يعني بنقول شراء حسب الطلب، حسب الحاجة، شراء أول بأول. هذه السياسة لها بعض المميزات زي تقليل نفقات التخزين، 2. تقليل نفقات التقادم، 3. الاستفادة من انخفاضات الأسعار التي من الممكن أن تحدث في المستقبل. بس في نفس الوقت لها برضو بعض العيوب أو المخاطر، منها الخسارة في حالة ارتفاع الأسعار، 2. عدم الاستفادة من خصومات الشراء بالكميات الكبيرة. نيجي للسياسة التانية اللي هي سياسة الشراء المقدم. يعني معناها ايه مقدم؟ اللي انا بشتري بكميات اكبر من اللي بتحتاجها المنظمة في الوقت الحالي، وبيتم تخزينها لفترات لاحقة. دي برضو لها بعض المميزات زي الاستفادة من مزايا الاسعار والخصومات على الكميات المشتراة، 2. تجنب مخاطر الندرة أو نقص الاحتياجات المطلوبة في أسواق الموردين. وفي نفس الوقت لها برضو بعض العيوب، منها مخاطر وتكاليف التخزين المرتفعة، 2. زيادة حجم الاستثمارات المطلوبة وتكلفة رأس المال اللازم للشراء، 3. عدم الاستفادة من انخفاض الأسعار وخصوصا في الأسواق غير المستقرة. نيجي لـ3، الشراء من أجل المضاربة، ودي معناها عند الشراء عند انخفاض الأسعار بكميات أكبر من اللازم بهدف المضاربة على السوق، والهدف من هذه العمليات هو الربح المادي وليس تحقيق غايات إنتاجية. بس الشراء من أجل المضاربة ده ليه بعض العيوب أو المشكلات، منها المخاطرة بالأموال خصوصا في حال انخفاض السعر، 2. خسارة الفائدة على المواد، 3. أن الهدف من إدارة الشراء هو ليس المضاربة بل توفير المواد المطلوبة عن الحاجة إليها. 4. الشراء بمزيج من السياسات السابقة،
ودي بتعتبر السياسة الأفضل. ليه؟ حيث لا يمكننا أن نقول إن أي سياسة من السابقة هي الأفضل. يعني ما أقدرش أقول إن سياسة الشراء المقدم دي الأفضل، أو المضاربة الأفضل، أو حسب الطلب هي الأفضل، ولكن على المنظمة اختيار مزيج أو خليط مناسب من هذه السياسات حسب الحاجة إليها. يبقى مزيج من السياسات السابقة، على المنظمة أن تختار ما يناسبها من هذه السياسات حسب الحاجة إليها وبما يتناسب أو يتماشى مع سياسة المنظمة. يبقى احنا النهاردة كده خلصنا الفصل الثامن بعنوان الشراء في الوقت المناسب. اتكلمنا فيه عن مفهوم الشراء في الوقت المناسب، اتكلمنا عن أهمية الشراء في الوقت المناسب، اتكلمنا عن العوامل التي تؤثر على تحديد الوقت المناسب للشراء، وأخيرا سياسات التوقيت المناسب للشراء. عايزين نذاكر يا شباب ونتجدع شوية، وإن شاء الله نشوفكم على خير بإذن الله، مع أطيب أمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.